كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم في الفيديو اخوتي بغيت نتكلم لكم على هذاك الشيء اللي طرا مؤخرا لرضوى الشربيني الاعلاميه المشهوره من ابرز الاعلاميات في مصر في السنوات الاخيره. بسبب بوست على حسابها في الانستغرام تعتقلات وكيحقوا معها في النيابه العامه. بغيت نتكلم على بعض الجوانب من الشخصيه ديال الاعلاميه رضوى الشربيني في هذا الفيديو اللي كنت لاحظتها شخصيا واستنتجتها من خلال الطريقه اللي كتكلم بها من خلال برنامج انتي وبس اللي كانت كتقدم على قناه السفره. كنت كنلاحظ، ما عرفتش واش عندكم نفس الملاحظه ولا لا، مي كنت كنلاحظ ان رضوى الشربيني انها كتهضر بواحد العفويه كبيره، انها كتهضر بواحد الطريقه اللي شعبيه، كانت كتهضر بواحد الطريقه اللي زعما هذاك الشيء تياتير، يعني الحاجه كيف ما هي كتحطها، ما كتخبيش شي حاجه ولا كتزيد من راسها ولا كتبعكك ولا هذا، كانت كتهضر بهذيك اللغه العاميه خوتي ديال مصر، كانت كتهضر بهذيك اللهجه اللي صعيب اننا نفهموها لانها ما كتداولش في الافلام او المسلسلات المصريه، يعني ديك اللهجه اللي بغينا نقولوا بحال ديال كازا او بحال ديال الشمال، يعني دوك الكلمات اللي كيكونوا في هذيك اللهجه غير مع دوك الاشخاص ديال هذيك المنطقه مع بعضياتهم. فكانت كتهضر بزاف ديال العبارات وبزاف ديال الامور اللي كتبين على انها كتهضر من قلبها، وكانت كتبين على انها كتهضر بكل عفويه وانها انسانه متواضعه شعبية، ما فيهاش العياقة، ما فيهاش التبوزيق، ما فيهاش هذاك الشيء الخاوي. فشنو هذا المنشور اخوتي اللي غيؤدي بان رضوى الشربيني انها تعتقل؟ هو واحد البوست اللي كانت حطاته في الانستغرام ديالها قبل العيد بشي يوم ولا يومين بحال هكاك، واللي كتهضر فيه مع البنات اللي ما كياكلوش اللحم ديال الحولي. قالت لهم زعما بالنسبه للبنات اللي ما كياكلوش اللحم ديال الحولي علاش كيرتبطوا بيه، زعما انتم ما كتحملوش اللحم ديال الحولي كتعرفوا غير ترتبطوا بيه، يعني الا بغيت نشرح عليكم بالدارجه المغربيه ديالنا. فالمهم اخوتي منين حطات هذا البوست ما نعاودش لكم، ناضت عليها واحد الحرب والقيل والقال، وكل كيلغي بالغاه وشي تيعير من هنا، شي تيقول انها كتهين الرجل المصري، شي تيقول ان هذه السيده تجاوزت كل الخطوط الحمراء، شي تيقول هذه السيده خاصها توقف عند حدها الى اخره. وكانوا بزاف ديال الشكايات اللي توضعوا في النيابه العامه في مصر ضدها بانها كتسيء للرجل المصري وبانها زادت فيه. فهاد البوست اخوتي الا بغينا نحلوه مع بعضياتنا ففهمت انا بعدا شخصيا اشنو قصدات به، يعني شحال من وحده كتلقاها في العيد الكبير راه ما كتاكلش اللحم ديال الحولي، ولكن منين كتجي تشوف حياتها الخاصه كتلقاها انها مرتبطه مع الخروف، ربما هي رمزات به هذاك الشخص اللي كيكون ربما متسلط اللي كيتلاعب بالمشاعر ديال البنات، بحال الشخص النرجسي اللي دائما كنهضر لكم عليه في القناه، يعني واحد الشخص اللي ما مربيش، واحد الشخص اللي عنده واحد الحقد الدفين، واحد الشخص اللي عزيز عليه يمرض ويعذب هذيك الانسانه اللي كتكون معاه وهذيك الانسانه اللي كتكون كتبغيه بنيتها. وغالبا هاد الاشخاص كيكونوا غير نرجسيين اللي كيديروا مع البنات هالطريقه. فعلى اثر هاد المنشور تعتقلات الاعلاميه المشهوره في العالم العربي بمواقفها في الدفاع عن المراه، وانها كتحث البنات انهم يديوها في قرايتهم وانهم يديوها في خدمتهم وانهم يديروا لراسهم القيمه والشان والمرشان كما كنقولوا في المجتمع، وانهم ما يبقاوش غير تابعين العاطفه ديالهم وما يخليوش كل من هب ودب انه ينتهك لهم كرامتهم تحت غطاء الحب، تحت غطاء العلاقه العاطفيه. وبزاف ديال الناس كيقولوا ان رضوى الشربيني حاقده على الراجل. لا، رضوى الشربيني ما حاقداش على الراجل. انا نقول لكم دابا البلان ديال هذيك السيده شناهو. هذيك السيده دازت من علاقه خايبه، هذيك السيده كانت كتبغي واحد الراجل، واحد الحب مجنون كانت كتبغيه بلا حدود، كانت مستعده انها تكون خدامه تحت رجليه، ولدات معاه جوج بنيات. صافي هذيك السيد كما عارفين اخوتي كان شويه عنده واحد الطيبه نرجسيه، كيمرض فيها كيتحكم فيها، حتى حاجه ما عاجباه، مره معها زوين مره معها خيب عاوتاني، كيدور فيها كيجبد مشكل من والو، يعني كما قلت لكم فيه طيبه نرجسيه. صافي اخوتي حتى غادي يوصل واحد النهار اللي هذاك الزوج ديالها المتسلط غادي يبغي يدمرها كليا. وكيفاش غادي يدمرها اخوتي؟ انه يطلقها بجوج بنات، غادي يخرجها من الدار. وهاد القصه ديالها راه عاوداتها بفمها وكانت زعما فايرال، يعني دارت في جميع مواقع التواصل الاجتماعي انه خرجها بجوج بنات، وكانت عندها تقريبا في جيبها يلاه بحال قلت الا بغينا نقولوا بالمغربيه ديالنا شي 100 درهم بحال هكاك ولا 150 درهم،
وكان خصها انها تخرج وتقلب فين غتبرك فين غتخدم شكون اللي غيهزها شكون اللي غيكون بها. والمشكله انها عندها جوج بنيات، يعني كما قلت لكم اخوتي ان الزوج ديالها اللي دوز عليها الدكاكه فكانت عنده طباع نرجسيه، يعني كان القلب ديالو متحجر، خرجها من بيت الزوجيه بعد ما لاح عليها يمين الطلاق بجوج بنيات ديالها، ما عقلش عليها ما حنش فيها ما قالش هذوك البنيات راهم حتى انا من صلبي من دمي ولحمي، يقدروا يتعرضوا خطر، يقدروا انهم ما عندهمش ربما فين يباسوا ما عندهمش ما ياكلوا الى اخره، ما حنش فيهم وتزوج بمراه جديده اللي بقى ما عارفاش الالاعيب ديالو، بقى ما عارفاش الخبث ديالو، وبقى ما عارفاش هذوك الاساليب الخيبه ديالو والطباع الخيبه ديالو والطباع النرجسيه. يعني الا جينا نشوفوا اخوتي ان المغزى من هذوك المواقف البطوليه ديال رضوى الشربيني انها ما بغاش البنت او المراه العربيه انها تتعذب في علاقه عاطفيه اللي كتستنزف لها الطاقه ديالها مع واحد الشخص اللي خائن، مع واحد الشخص اللي كذاب، مع واحد الشخص اللي عزيز عليه المشاكل، مع واحد الشخص اللي كيكون معاك شويه زوين وعاوتاني شويه كيتقلب كيولي معاك خايب وكيهاجمك وكيعايرك وتا حاجه ما عاجباه. وانا كمان بحبك، وانت بالنسبه لي ست ستات. تبعي انت طالق. يعني رضوى الشربيني اخوتي بكل بساطه انها دازت من تجربه عاطفيه او لا تجربه زوجيه مريره، وما بغاتش حتى شي بنت او لا امراه انها تدوز من نفس التجربه اللي دازت منها. داكشي علاش انها كانت كتهضر من قلبها، انها كانت كتهضر. انا كنت كنشوفها بعض المرات ملي كتطلع ليا في فيديوهات ولا في ريلز ولا شي حاجه بحال هكايا، كنت كنشوفها انها ما موجده من حتى شي حاجه، يعني هذاك الورقه ديال البرنامج شادها في يديها وكتهضر امام الكاميرا، كتهضر من قلبها، والميساج ديالها اخوتي راه كان كيوصل. راه انا بعدا شخصيا غنقول لكم واحد 95% ديال الهضره ديالها انا متفق معاها. البنت خصها تكون مستقبلها، البنت خصها في بلاصه ما انها تتبع نرجسي حقير مسخ، مره معاها زوين 10 المرات معاها خيب، غيب بوحدو كيجبد معاها الصداع، غيب بوحدو حتى حاجه ما عاجبه، الخيانه الكذوب، ففي بلاصه ما البنت ما انها تبقى تقهر وانها تابعه هذه الانواع ديال الاشخاص اللي ما عندهمش القلب واللي اقرب الناس ليهم ما كيحنوش فيهم واقرب الناس ما كيديروش معاهم الخير، ففي بلاصه ما البنت العربيه تبقى تابعه هذه الانواع. فرضوى الشربيني كانت دائما كتحط هذه الانواع ديال النساء او البنات انهم يبنيوا المستقبل ديالهم، انهم يركزوا على شي حاجه اللي تنفعهم في الحياه ديالهم، انهم ما يعمروش حياتهم بالخوار خاوي، ان الشريك المزيان والشريك اللي مناسب ليهم راه غادي يجي مع الوقت. فاش هاد السيده غتبني راسها، شات السيده غتكون واقفه على واحد الاساس اللي متين، وهاد السيده عندها ديبلوم وخدامه ومرتاحه وعندها السياره ديالها، فهذاك ولد الناس غادي يجي لعندها حيتاش مقسموا ليها الله ومكتبوا ليها الله في السماء. المهم كما قلت لكم اخوتي هذيك السيده كانت كتهضر بزاف من قلبها، و سي فري ربما خان هذا التعبير في هذاك المنشور اللي حطات عبر حسابها في الانستغرام واللي تسبب في الاعتقال ديالها. فشخصيا كل التضامن مع هذه السيده، ما نكروش انها دارت واحد الثوره كبيره على الظلم والقهر اللي كتعرض ليه المراه العربيه في العلاقات العاطفيه من قبل شركاء متسلطين، من قبل شركاء متلاعبين ونرجسيين تحت غطاء الحب، تحت غطاء الوعود الكاذبة والوعود بالزواج الكاذبة. يعني هاد السيدة فخلات البصمة ديالها، وكنطلبوا لها من الله سبحانه وتعالى الفرج وأنها ترجع للبرنامج ديالها عما قريب. كنشكركم بزاف أخوتي على المتابعة ديالكم، كنتمنى تخليوا لي أبوني لايك وكومنتير، ونطلقوا في فيديو آخر عما قريب. الله يعاونكم وسهلوا لي فراسكم.